مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات جديده، وصفات بناء على طلب حضراتكم. هنبدا باول وصفه وهي القرنبيط. بما اننا بقينا في الموسم والقرنبيط توفر والحمد لله، وطبعا كان مطلوب مننا الحلقه دي، فاسمحوا لنا النهارده نعمل القرنبيط بطريقه جميله وسهله. طبعا افضل موسم للقرنبيط هو ليه موسمين بس، هو افضل موسم ليه اللي بيبقى فصل الخريف، لانه بيبقى الهواء فيه افضل. اعتقد انه ده بيبقى افضل ليه في زراعه القرنبيط. خلينا نبدا نقول مقاديرنا. احنا هنبقى مستعجلين هنا، انت صح ولا انتوا مستعجلين هنا؟ طيب يلا، عندنا قرنبيط مسلوق، وهنسلق مع بعض كده شويه قرنبيط نشوف نخلي لونه جميل وابيض ازاي. عندي قرنبيط مسلوق، وعندي نص كوبايه لبن، عندي معلقه كبيره كمون، يفضل كمون الحب بالذات في السلق، عندي معلقه صغيره او كبيره من الملح على حسب بتحبوا طعم الملح ازاي، معلقه عندي بقى للتتبيله نفسها، اربع بيضات، معلقه كبيره ثوم مفروم، كوبايتين من الدقيق، عندي كوبايتين من اللبن، وكمان عندي ملح وفلفل، وعندي معلقه كبيره من الخل، عندي كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي كمان معلقتين من الكمون، وعندي كزبره طبعا خضراء، شبت، الحاجات اللي حضراتكم الخضره اللي انتوا بتحبوها بتدي طعم وجمال للقرنبيط، ملح وفلفل طبعا وزيت للقلي. انا هبدا باول حاجه، حط لنا شويه ميه. طبعا احنا مسخنين الميه، بسم الله، هوريكم كده سلقه خفيفه عشان الكام قرنبيطه الكام زهره اللي معايا دول نسلقهم، وبعدين نملى هنا تاني ميه وايه ويظبطولي. هحط فيها هنا، بحط رشه ملح، رشه كمون، وهحط شويه لبن صغيرين عشان تخلي القرنبيط لونه ابيض. حلو الكلام، نقلب، وتعالوا بقى ننزل القرنبيط بتاعنا القمر ده. بسم الله، قطعناه زهرات كده زي ما تحبوا على حسب كل واحده تحبوها قد ايه، تستخدموها في ايه. خلاص، طيب عندي كده نقلب تقليبه، ممكن انقله على العين دي اذا تكرمته، خليه جنبي عشان اعلي النار. بسم الله، طبعا بحيي كل اصدقائي، كل يعني متابعيني الكرام من خلال الصفحه الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي، لانه التواصل والدعوات واي اسئله، وشكرا لكل من سال عليا وقال لي انت فين وعرف ان انا في قناه الاهلي. انا باكد على حضراتكم مواعيدنا تاني، احنا من السبت للاربع من الساعه 1 للساعه 2:30، الايام اللي بيكون فيها ماتشات خاصه بالاهلي يمكن لو الظروف ما سمحتش ما بنبقاش مع حضراتكم، لكن معاكم باقي الاسبوع. دلوقتي احنا اسمحوا لنا بقى نقول لي يعني احد مديرين الانتاج المحترمين اللي التقيت بيهم هنا في القناه، الاستاذ وليد عوض. خليني اقول له كل سنه وانت طيب، النهارده عيد ميلاده، فنتمنى له سنه سعيده عليه وعلى اسرته جميعا يا رب بالصحه والعافيه، وامنيات تتحقق باذن الله. وكل من عيد ميلاده النهارده زي وليد، بتمنى لكم من قلبي السعاده وامنياتكم تتحقق ان شاء الله السنه اللي جايه. طيب تعالوا بقى كده نقلب ايه تقليبه. محمد هات لي بقيه الاسباتشولات والنبي. عايزه اقول لكم القرنبيط ده مفيد جدا وغني جدا في مواد كبريتيه، عايزه اقول لكم كمان غني بالفوسفور جدا. بصوا ليه احنا بقى بنحط الكمون اصلا مع القرنبيط، لان الكمون ده هو اللي بيساعد ان الحديد يمتص من القرنبيط، امتصاص الحديد من القرنبيط. الكمون اللي احنا بنحطه ده هو اللي بيساعد على امتصاص الحديد اللي جوه القرنبيط. بصوا كده نقلب تقليبه حلوه ونسيبها تاخد غلوه كده. وخلوا بالكم انا دايما القرنبيط ما بحبش اغليه او اسلقه كتير، بطلعه بنسبه كده معينه. كان في بوله فيها ميه ساقعه يا ولاد، وديتوها فين؟ ها؟ طيب خلي محمد يجهزها لي، ممكن ينودي؟ عايزاها. طيب انا كده حطيته خلاص يتسلق، يبقى دي مرحله اولى، هتلاقوه كده طالع ابيض وجميل ونقي. ده الكمون مكان رواسب الكمون اللي احنا عملناه. هنيجي نعمل بقى التتبيله بتاعته.
انا هنا عايزه اخد ده كده. خلينا نعمل الاول القرنبيط المقرمش. بسم الله بسم الله. هناخد كده بوله. طيب خليني اخد بوله من هنا. واخد دي كمان. هعمل فيها نكسر هنا الاول البيض، نتاكد ان البيض تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده. على حسب بقى، اربع بيضات. لو هي القرنبيطه صغيره مش هتحتاج خمس بيضات، يعني ممكن يبقوا اربعه، ممكن يبقوا ثلاثه كبار، على حسب الموجود. دي بيضه بلدي كده فلتت. تمام بسم الله، بس عشان تاكلوه وتستمتعوا بيه. هنضيف له بقى مكون كده لطيف عشان يدينا القرمشه الحلوه اللي احنا ايه بنقول نحتفظ بيها. ودايما لو انتوا عايزين تعملوا القرنبيط بنقول ايه، نعمله ونحمره قبل على طول. طيب طيب هنعمل كده. لا انا هعمل كالاتي. الريحه بقى بدات تبقى جميله. حاضر حاضر حبايبي، عايزه بس البوله كبيره بعد اذنكم. ايوه بصوا كده، الله ريحته بقى بقت رائعه. يعني عرفتوا بقى اضافه الكمون ليه مش بنحطها بس عشان نتخلص من الغازات اللي بتبقى موجوده كمان في القرنبيط، لا احنا كمان عشان يحفز ان احنا نمتص الحديد اللي موجود جوه القرنبيطه نفسها. طيب هناخد بقى كده ايه البوله دي. هحتاج البوله الكبيره اللي معاك يا محمد لو سمحت. ايوه بقى، يعني عايزه اقول لكم القرنبيط ده من الحاجات اللي بتساعد جدا الجسم انه يتخلص من السموم، وبيساعد في تعالوا كده نطلع دول. عايزه اقول لكم كمان لمرضى الضغط القرنبيط ده ممتاز، لانه بيساعد على خفض الضغط، وبيساعد كمان في استقرار نسبه السكر في الدم. بصوا عايزه اقول لكم بقى مفيد جدا للناس اللي عندها نسبه كوليسترول ضاره، هو بيحفز قوي نسبه الكوليسترول النافع وبيقلل الضار، لانه في نسبه الياف عاليه جدا القرنبيط. انا عايزه اوقف تسويته، فمحمد يجيب لي شويه ميه سخنه. بصوا انا ما خليتوش يستوي مليون، ميه بتلج. انا خلاص حطيته هنا وهبدا اخد الميه اللي بتلج دي اهي هنزله فيها عشان اوقف. بصوا بقى طلع ابيض وجميل ازاي. اوقف التسويه بتاعته اهي، شايفين معانا استاذ محمد من الأليوبيه. اهلا وسهلا يا فندم استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. الو اي فندم، مع حضرتك اتفضل. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب. عايز حضرتك الكبده البانيه. الكبده البانيه اللي عايزها بيض وبقسماط ولا كبده بالرده؟ حاضر من عيني يا استاذ محمد، عينيا وتحيه لكل اهل الأليوبيه يا فندم. شكرا لحضرتك ولمداخلتك جدا. حاضر من عيني، ننزلها يا ندى. اسيبه بس يوقف تسويته. بصوا بقى القرنبيطه جميله ازاي، انا معجبه بيها جدا. طيب هي عشان بس الطبق ده مش مساعدني، فخليني معلش اخد دي احطها هنا واطفي هنا، وهبدا احط البيض. وهناخد رشة ملح معانا. زيزي جيجي، اهلا يا جيجي. ديدي قولوا لي الاسم صح يا اولاد. سوزي. طيب والكمون قول يا حبيبي. نعم جودي، ايوه كده يا شيخ. الحروف المناطق الحروف دي يا جوجو ازيك. وكنت وانا هعمل دلوقتي مع مامي القرنبيط. يا روح قلبي بحبك قوي يا حياه قلبي، يا رب يسعد ايامك كلها يا جودي، انت وكل اصحابك وكل اسرتك واولادي وكل اللي بيسمعونا دلوقتي، ويبارك فيك يا رب حبيبه قلبي. كنت عايزاكي تعملي لي السوداني اللي بالكراميل. انهار ابيض، طب ايه رايك بقى انت هتشوفي السوداني اللي بالكراميل؟ احنا هنعرضه امتى يا رانيا؟ حلقه السوداني عشان خاطر جودي يوم الاربع يا جوجو. شوفي السوداني اللي بالكراميل
لو سمحتي. ماشي يا روح قلبي. ميرسي يا جوجو، نورتيني وشرفتيني. هبدا اقلب بس كده، وهبدا انزل باللبن الاول. التوابل دي مهمه كده. هنبدا نخلط بقى مع الدقيق. انا هحط الخليط ده فوق خليط الدقيق، بس هخفه شويه عشان هو انا عايزه كوبايتين بس، واللي عندي ده اكتر من كوبايتين، فخليني ايه افصلهم هنا الاول. انا عايزه محمد يا ندى يجيب لي البولات الكبيره لو سمحتي، الكبيره خالص. اه خلاص، هناخد كده. لو حسينا ان احنا محتاجين هنزود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما هحط الدقيق هحط كده شويه من البيكنج باودر بسيطه قوي والنشا، وهذا هو المكون اللطيف اللي احنا دايما هنقيه. اللي عايز يحط المكونات الجافه على الدقيق ماشي، اللي عايز يحطها على المواد السايله ماشي، في الحالتين اللي يريح حضراتكم. انا بحاول اقلب كده، انا عايزاه يبقى خليط تقيل شويه، في سماكه زي ما بنعمل كده ايه خليط القطايف مثلا، ونزود كده. في اكبر من دول يا محمد، في اكبر من دول. اه غيرهم مش مشكله. بصوا كده شايفين ازاي، هنزود عشان انا عايزه الخليط كله يبقى في الطعم الحلو ده. كمون، الكزبره، ولسه هنضيف كمان شويه من الخضره الجميله دي معانا مع الثوم. وهنجهز بقى الزيت بتاعنا، الطاسه اللي فيها الزيت كده. تعالوا بس ايه، مفيش مشكله، انا بس ايه الريحه طبعا مهما قلت لحضراتكم الريحه عامله ازاي، عايزين طاسه الزيت لو سمحتوا. بصوا كده اهي خليط كده، شايفين ازاي ريحته تتكلم عنه الحقيقه ما شاء الله. هاخد شويه من الكزبره ممكن الخضرة، شويه شبت خفيف كده. الشبت ده فوائده كتيره جدا ومفيد قوي، وعلى فكره في ناس مش بتحبه، بس انا بقول لهم حتى ايفن خدوا يعني منه كميه ولو بسيطه استخدموه، لانه فايدته في حاجات كتير جدا مهمه. بصوا بقى هنقلب كده شويه كمان، يلا بينا. ادي الخليط بقى جاهز، القرنبيط سلقينه وبرد، يلا بينا. نضف بس الجزء ده وهلبس الجلافز واشتغل مع حضراتكم عشان نعمل بقى ايه القرنبيط المقرمش عشان جوجو بتحبه. على فكره انا عايزه طبعا كل الولاد اللي مش بيحبوه هنعمل لهم طريقه تانية يحبوه بيها ان شاء الله. برضو النهارده هنعمل لكم وصفه تانية تكون مستحبه جدا للولاد عشان يحبوها. هشيل بقى، انا هاخد ده هنا اقربه كده مني، وايه حط ده هنا. خلوا بقى اللبن تمام حبايبي. طيب هاخد كده، انا عايزه اخد مثلا حله وسط احط فيها، ممكن تبقى دي كويسه قوي عشان تبقى حاجه عميقه والزيت ما اضطرش ان انا احط منه كميه كبيره. خليه بقى اشغل كده هنا النار. بسم الله بسم الله، ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا ايه نحط الزيت، نمسح بس هنا لو في نقطه ميه، اهم حاجه ما نسيبش ميه خالص عشان بعد ما بيسخن الزيت بتبدا تطرطش فما تبقاش لطيفه. هحط بس كميه الزيت دي، بسم الله، ونزود بقى عليها عشان لما انزله يبقى في زيت عميق، فهي ما يبقاش واخد مني. لو انا اشتغلت في الطاسه الجرانيت هتبقى مسطحه، هتاخد كميه زيت كبيره. طيب بسم الله، نزود بقى كميه الزيت كده. شايفين قرنبيط لونه ابيض ازاي من لون من شويه اللبن اللي حطيناهم مع الايه، شايفين، عشان تبقى تملانا زيت يا محمد.
هنسخن بقى الطاسه دي، وتعالوا بقى تعالوا كده بقى نلبس بقى الجلافز ونبدا ايه نتعامل. بصوا بقى، بسم الله معانا بقى حاجه نطلع فيها، وعلى مناديل او حاجه، وممكن تبقى مصفى، مش شرط تبقى على مناديل، ممكن تبقى مصفى او يبقى ورق زبده او مصفى، مفيش مشكله، او نطلع على ورق بقدونس زي ما انتوا عايزين. انا عندي كميه خضره كتير، فانا تخلوني اجيب طبق كده للتقديم. انتوا فين الحاجه كلها يا حبايبي؟ تعالوا كده نجهز بقى طبق كده كويس عشان نطلع عليه القنابيط الحلو بتاعنا. النشا ده مهم، اتفقنا ان السلق بتاع القرنبيط ما يبقاش بدرجة كبيرة قوي، علشان لما حضراتكم تحبوا انكم تحمروه يقرمش مع شوية النشا اللي حطيناهم للخلطة، هيبقى مع حضراتكم زي ما انتم بتحبوا بالظبط. ناخد استاذ احمد معانا. منين؟ من القاهرة. أهلا بيك أستاذ أحمد. أحمد الدبيكي مع حضرتك. يا أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ عامل إيه يا فندم؟ الحمد لله، شيف عظيم حضرتك. الحمد لله. حضرتك اللي أخبارك إيه؟ والأسرة كلها أخبارها إيه؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك فيك يا رب. إزاي حضرتك وأسرتك جميعا؟ كلنا بخير الحمد لله، دايما يا رب بخير وسعاده كده وسلام يا رب. امين يا رب دايما يا فندم، ربنا يسمعنا عنك. طبعا منوره الدنيا، منوره الدنيا كلها طبعا. الله يخليك بوجودكم والله ومتابعتكم استاذ احمد، والله رب حضرتك من الناس المحترمه، ربنا يبارك في حضرتك. طبعا حضرتك ربنا يبارك في حضرتك. لا حضرتك اكثر احتراما طبعا. الله يخليك يا فندم، تسلم لي. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، وما يحرمنا منك ولا من وصفاتك الجميله يا رب. الله يخليك. لو ليك اي طلب امر يا استاذ احمد اتفضل. معلش كنت عايز اسال حضرتك على الفطير المشلتت، كل ما اعمله يطلع يعني ايه ناشف او قافش شويه، بيقفش ناشف يبقى ماده دهنيه زياده، مع ان ببقى طب حضرتك بتعملي قولي انا بحط كيلو دقيق. ايوه، عليه قد ايه ملح وميه؟ دي اللي هو يعني دي اللي هو متعدد الاستخدامات. كويس. بحط يعني ايه معلقه ملح صغيره، وبحط الميه على الكيلو دي، يعني بحط ايه 3 كوبايات او يعني او ايه او 3 كوبايات وشويه يعني. ماشي. العجينه بتلم وبتبقى ناشفه بتبقى كويسه؟ بتبقى كويس، بس هقول لحضرتك حاجه. بتبقى كويسه وكل حاجه. وبعدين بتنشف في انهي مرحله بقى؟ بتنشف بقى عند التسويه، يعني هي بتبقى جميله وناعمه كده، بتبقى عامله زي اللبان بالظبط. كان حضرتك يعني ايه زي اللبان اللي هو حضرتك بتريح العجينه؟ حضرتك لازم تريح العجينه. اولا تتعمل كور صغيره خالص، وتتساب تحتها زيت وفوقها زيت، وتتساب ساعتين زمن. هتلاقيها ساعتين زمن يعني مش نص ساعه زي ما لا 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 لا, لا. لا لازم تسيبها ترتاح خالص، لما تعملها بايدك كده تتفرد معاك براحتها، طول ما هي بتشد يبقى هي لسه ما ارتاحتش. وما تكترش الماده الدهنيه. ما فعلا اللي هتلم. ايوه، ما ارتاحتش كويس. يعني كفاية. مثلا الكيلو دي مثلا كيلو دي ياخد له نص لتر ميه. تمام. الكيلو دي مثلا احط على الماء نص لتر ميه. نص لتر ميه اللي هو بمعدل يعني تقريبا يعني معدل ايه؟ معدل كوبايتين مثلا ونص. كوبايتين مثلا ونص. وزود من بعض الكوبايتين ونص على حسب هي لمت معاك وبقت كويسه ولا لا. بس هتظبط مع حضرتك، وما تكترش الماده الدهنيه في النص عشان ما تنشفش منك، واحنا عشان كده بنحط قشطه. طيب اسمحوا لنا بقى، هحط القطعه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهستسمح حضراتكم نطلع لاستراحه عقبال ما انا اجهز القرنبيطات اهي، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض شكل القرنبيط المقرمش في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا كده، ادي القرنبيط، هوريكم بس ايه، بصوا شكله عامل ازاي، بصوا الصوت مقرمش وجميل، والخضره دي بتدي طعم حلو قوي لما بتكون فريش، الحقيقه بتدي كده طعم جميل جوه القرنبيط. هنبدا بقى نطلع شويه، نحط شويه بشويه، الزيت لما بيبقى غزير بيبقى احلى،
وما بياخدش كميه كبيره زي ما اتفقنا. وطبعا الزيت لما يكون مش نظيف او خلاص اتوسخ واحنا مش هنستخدمه اعملوا بيه صابون. عايزين نعمل لكم حلقه كده مميزه فيها فكره الصابون علشان كل اصدقائنا اللي عايزين يستفيدوا من الزيت اللي موجود قديم عندهم. يبقى احنا عملنا اعاده تدوير ليه بشكل لطيف وجميل. طيب هاخد كده السبايدر ده نطلع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا خليني اخد الصغيره دي الاول. شايفين عامله ازاي؟ بصوا شايفين حلوه ازاي ما شاء الله. طبعا يتاكل طبعا كده جميل وسخن. تعمل بقى سندوتشات تحبوا تاكلوه تعملوا جنبه طماطم مخلله بتنجان مخلل حاجه حلوه كده حرشه يعني ايه تفتح النفس زي ما بيقولوا. بصوا عشان كمان دينا كانت سالتني على القرنبيط فانا يا دندون عملته اهو عشان تشوفي ان احنا اضفنا ليه النشا. وخلينا نكمل تاني كمان كام واحده من القرنبيطات الحلوه بتاعتنا دي اهي كده نغلفها ونصفيها كويس وننزلها في الايه في الخليط بتاعنا اهو كده. وهنعمل بقى وصفه جميله كمان من الوصفات الحلوه قوي. في ناس كتير بتحب العجه او محبه لاصناف العجه عموما سواء بالقرنبيط او بغير القرنبيط. احنا النهارده هنعملها بالقرنبيط عشان نقول للناس اللي بتحب العجه بالقرنبيط احنا عملنا وصفه جميله بيها وسريعه وسهله وبسيطه ان شاء الله تعجب حضراتكم وتجربوها. وهنعمل بقى وصفه جميله كمان من الوصفات الحلوه قوي. في ناس كتير بتحب العجه او محبه لاصناف العجه عموما سواء بالقرنبيط او بغير القرنبيط. احنا النهارده هنعملها بالقرنبيط عشان نقول للناس اللي بتحب العجه بالقرنبيط احنا عملنا وصفه جميله بيها وسريعه وسهله وبسيطه ان شاء الله تعجب حضراتكم وتجربوها. طبعا هنعمل مع بعض العجه بالقرنبيط وهنزل مقاديرها دلوقتي واحنا شغالين. يلا بينا ننزل مقادير العجه يا شباب. عجه القرنبيط بصوا يلا بينا ننزل هنا اهي معانا قرنبيط مسلوق وطبعا هنقطعه بقى بالطريقه اللي تريح حضراتكم. ومعانا حوالي بصلايه مفرومه ومعانا فلفل رومي ومعانا فلفل حار ومعانا كزبره خضراء مفرومه ومعانا زيت نباتي ومعانا ثوم مفروم وكمون وكزبره جافه وخمس بيضات ونص كوبايه لبن ونص كوبايه دقيق ورش البيكنج باودر وسبع بهارات وملح وفلفل اسود. وصفه جميله جدا. عايز يضيف شويه كزبره بقى جافه براحته يعني زي ما حضراتكم تحبوا. طيب تعالوا بقى كده نشوف احنا هنا بنحمر باقي القرنبيط. هعمل الوصفه دي طريقه جميله جدا في بوله. بصوا كده بسم الله حط البوله هنا. معانا مين؟ معانا مدام سهير. يا اهلا وسهلا. صباح الفل على صباح الفل مدام سهير حبيبتي اهلا بيكي. اشكرك على الحلقه الجميله بتاعت القرنبيط دي. الله يخليكي يا فندم تسلمي. وعايزين بقى صينيه القرنبيط جميله. هنعملها من عينينا. عشان بقى السكر وكده وتبقى ايه ما فيهاش اللي هو الدخن العادي. حاضر يا حبيبه قلبي والف سلامه على حضرتك. حبيبتي تسلمي. القرنبيط منور كده يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي كلك ذوق يا مدام سهير. شكرا لحضرتك. تسلم ايدك ويسلم ذوقك. تسلمي يا فندم شرفتيني ونورتيني. شكرا لحضرتك ولمكالمتك حبيبتي. طيب نقلب كده. بصوا الله الله قرمشه قرمشه يعني. ناخد كده بصوا القرنبيطه على حسب بقى الحجم اللي انتوا عايزينه. بس حبيت اعملها وحدات كبيره عشان تبان في التصوير قدام حضراتكم بالتفاصيل يعني. خلاص بس كده اهو شايفين الجمال. احلى حاجه بصوا لون القرنبيط اللي احنا سلقناه جميل ازاي. حافظنا عليه بصوا حطيناه في الميه والتلج وبعدين ما بيبقاش مهري بيبقى ماسك نفسه ازاي. شايفين لونه جميل ما شاء الله وماسك نفسه. طيب انا دلوقتي بقى هنا بجهز البيض. عايزه كده اخد ايه شوكه وهحتاج الويسكات طبعا. يا ريت حد يتابع معاه
ايوه تسلم ايديكم، اشيل لكم دي عشان ما تضايقكوش. ايوه ادي القرنبيط اهو، تسلم ايديكم. هنحط كده رشه ملح مع البيض، طبعا البيض حسب ما حضراتكم عايزين، كميه اللي مناسبه واللي متاحه عندكم. رشه فلفل، عندي الثوم المفروم، وعندي بصل، وناخد ام اسلام حبيبتي. صباح الفل حبيبه قلبي، صباح الهنا عليكي حبيبتي. الله يسعد قلبك يا روحي، مش قادره اقول لك قد ايه حبيبتي انت اكتر، ربنا يخليكي يا رب. انا مش عارفه اتلم عليكي خالص. انا اهو، انا هنا وانا اهو منوره الدنيا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، معلش انا جايه يا دوبك فاتحه، لسه راجعه من المستشفى والله. بعد الشر عنك يا قلبي، خير ولا ايه؟ يا حبيبتي ايه؟ الحمد لله اهو بعمل اشعه وكده، الحمد لله يا ربنا يطمنا عليكي وما نشوفش حاجه وحشه فيكي ابدا ابدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، بقول لك الحلو ما بيعملش الا الحلو والله. يا روح قلبي انت والله، وحياه ربنا ده انت يعني الحلو. انت فعلا كل حاجه بتعمليها جميله، تسلم ايدك والله. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي يا حبيبه قلبي على كل وصفاتك الجميلة وعلى البلوبيف التحفة يا عظيم. عملتيه وحياتي طمنيني. تحفة ده، تسلم ايديك انت. اقول لك قد ايه؟ تسلم ايديك انت والله. لا تسلم ايدك وتسلم تعليمك والله. الله يسعد قلبك حبيبتي، كتر ربنا خيرك. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. أمين. ربنا يا رب وليك. يحبس فيكي خلقه يا رب كمان وكمان. امين يا رب العالمين، دي نعمة كبيرة، أنا اكتشفت إن دي نعمة كبيرة قوي يا أم إسلام. حبيبتي والله فعلا. الناس كلها بتحبك والله يا عظيم. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمة حبيبة قلبي، تسلميني. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ولا من محبتكم. بصوا حطيت الكزبره، شكرا ليك يا ام اسلام الغاليه، والف مليون سلامه عليك يا حبيبه قلبي. بصوا كده هنشيل بقى ده، شويه الحاجات اللي ملهاش دلوقتي لازمه دي، ونطلع كده شويه القرنبيط الحلوين دول عشان ما نسيبهمش ايه يتحمروا زياده. بصوا الجمال بقى، بسم الله. بتشخلل فيها عشان تبقى جميله كده واموره، هي اموره لوحدها سبحان الله. القرنبيط ده جميل. عايزين نتكلم عن البروكلي بقى، كده ما هو البروكلي ده من عائله القرنبيط برضو. عايزه اقول لكم القرنبيط ده اللي كل ما هو يميل الى اللون الاخضر الداكن هتلاقوه اعلى في نسبة مضادات الأكسدة بتاعته جدا. لكن وهو كمان بيساعد في الوقاية من السرطانة، وبيعزز الأنسولين، يعني نسبة الأنسولين اللي بتتفرز في الجسم هو بيعززها بشكل كويس. بصوا كده هنقلب هنا، وبعدين هاخد بقى القرنبيط ده. عايز أقول لكم طارد للسموم بشكل كويس، مفيد جدا. ناس كتير بتستخدمه مش بس في لانه غني بالالياف والبروتين، فبيستخدموه كتير في الدايت، وفي نسبه بوتاسيوم حلوه كمان. بصوا كده البروكلي انا بحبه يمكن اكتر شويه من القرنبيط، بس القرنبيط يعني ليه محبيه برضو. بس بصوا عايزه اقول لكم رائع، تسلم ايديك وتسلم التصوير والله. بصوا عايزه اقول لكم بقى، اي حاجه فيها الياف هي مفيدة جدا للجهاز الهضمي حقيقي، لأن هي بتمنع الإمساك. الناس اللي بيحصل معاها مشاكل في الهضم وكده بتحافظ جدا على صحة الجهاز الهضمي، بتقلل خطر الإصابة بسرطان القولون، وده مهم جدا نخلي بالنا منه. مش بس شرب المية، احنا لازم ناخد حاجات تدعم وتزيل السموم بجد اللي في جسمنا بشكل أو بآخر على فترات. بصوا انا بعمل كده القرنبيط، يعني بالشكل اللي يريحكم على قد القطع اللي انتوا عايزينها، ممكن تعملوها اصغر من كده اكبر من كده زي ما تحبوا. خليني اخد بايركس كده، ممكن ناخد البايركس ده، ده خلاص بقى بعيد قوي كده، بعيد عني فما تخيلتش انه يبقى هنا كده. الازرق جميل. بصوا كده ناخد كده، بسم الله، ونقطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ده احنا عملنا، ممكن تضربوا الخليط ده في الخلاط، بس انا ليه قصدي ان يبان فيها الكزبره ويبان فيها الحاجه علشان نستفيد منها، يعني ما نبقاش ايه خرطناها وقطعناها اتضربت بقت بيوريه يعني ناعمه كانها ميه كده.
طبعا احنا اتفقنا ان القرنبيط ده مسلوق في ميه متطعم بيه رشه ملح وكمون وتحط له شويه لبن عشان نحافظ على بياضه كده. واتفقنا ان الكمون من الحاجات، ليه بنحط كمون؟ مش بس عشان الغازات، لا قلنا علشان هو من الحاجات اللي بتساعد على امتصاص الحديد جوه من القرنبيط نفسه، فالكمون مهم في كده مش بس عشان الغازات والحاجات دي، عشان نقدر نمتص الحديد اللي جوه القرنبيط. بصوا شايفين الجمال ده، كفايه ممكن ايه ناخد الوحدتين الصغننين دول كمان. العجه دي جميله، ممكن تتعمل اقراص صغنونه كده بتبقى حلوه قوي وبتتحمر، بس طبعا احنا عايزين نعمل حاجات برده في الفرن هيلثي كده وخفيفه برده، ما تبقاش حاجات متحمره بزيوت كتير عشان اصدقائنا اللي بيتضايقوا من حاجات الايه اللي متحمره. وهنبدا ناخد الخليط ده، باقي لي فيه بس رشه الملح والفلفل، وهقلب كده وهنزل بالخليط ده على القرنبيط زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، شايفين ازاي؟ وهندخلها الفرن حرارة 180 على الشبكة في النص. وتعالوا ايه نشيل دول كده وننظف حوالين المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، بقيت حوالين البايركس كده، وندخله بقى فرن دلوقتي مع بعض على الشبكة في النص، هاخد له مثلا 15 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. بسم الله اهي. وتعالوا بقى بينا نستسمع حضراتكم، نسيب العجة بتاعتنا وتعالوا نطلع لاستراحة، ونرجع بعد الاستراحة نستكمل وصفاتنا مع حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، حطينا العجة في الفرن وعملنا القرنبيط المقرمش بطريقة لطيفة وبتتبيلة حلوة، وقلنا احنا سلقناه ازاي وعشان نحتفظ بيه ونقدر نخليه كده متماسك وبرضه مستوي، لكن زي ما قلنا بنسويه بنسبة 80% وبناخده من المية السخنة اللي حطينا فيها رشة الملح ورشة الكمون الحب وشوية اللبن، تساعد على انه يبقى أبيض وجميل. كمون كمان يساعدنا على الناس اللي بتعاني من القولون في الغازات والانتفاخات والحاجات دي، مع انه كمان يساعد ان احنا نمتص بالكمون نسبة الحديد الحلوة اللي في القرنبيط. هنبدأ بقى عملنا العجة، العجة دي سريعة، نقدر العجة دي تتخلط في الخلاط لو انتوا حابينها، ونقطع القرنبيط صغير وتتعمل زي الأقراص وتتحمر. احنا حبينا النهاردة نعملها ده الكمون الحب، حبينا نعملها في الفرن تبقى سريعة. ودلوقتي هنعمل وصفة للقرنبيط، في ناس كتير قوي بتحب القرنبيط الجراتان أو القرنبيط اللي هو بالوايت صوص، فأنا طبعا عايزة أعمله. هنزل مقاديره دلوقتي مع حضراتكم. قرنبيط الجراتان هو بسيط وسهل، كل الفكرة فيه في نسبة الكريمة ونسبة البشاميل خفيف اللي احنا عايزين نعمله. فضلكم نزلوا المقادير. عندنا للقرنبيط الجراتان قرنبيط مسلوق، وطبعا عندي كمان معلقتين ثلاث معالق كبار من الزبده قدهم بالظبط من الدقيق، وعندي كمان مكعب مرق ده، يعني لو حابين عايزين تضيفوا مع البشاميل شويه مرق اذا في عند حضراتكم، مش حابين الكميه كلها تبقى باللبن ماشي، حابين ان انتوا تخلوها كلها باللبن والكريمه ماشي، زي ما تحبوا. وعندي كمان كوبايه من الجبنه الموتزاريلا، جوز الطيب، رشه ملح وفلفل، وكوبايه كريمه حسب الرغبه. طيب تعالوا بقى كده، هناخد اول حاجه الزبده، وهاخد مكعب المرق، وزي ما اتفقنا اي بشاميل في الحياه الماده الدهنيه قد بالظبط نسبه الدقيق اللي احنا هنحطها. هاخد كده مثلا وسك، مش عايزه ازعج حضراتكم بيه، بس طبعا ايه بسم الله. خلينا بس نقول لاستاذ احمد الدبيكي حاجه، اهم حاجه في الفطير راحته، وان احنا نفرده بايدينا نلاقيه بيتفتح بيتفرد معانا وبيوسع كده، واهم حاجه بين الطبقات نحطش نسبه دهون عاليه، لا سمن كتير ولا زيت كتير عشان ما ينشفش بعد ما يطلع من الفرن. ويفضل لو عند حضرتك وش اللبن او حته قشطه بلدي هنحطها على الوش من فوق عشان تدي طراوه ونكهه وريحه للفطير. طيب هاخد كده معانا مدام منال، يا اهلا وسهلا.
يا صباح الفل وصباح الجمال، ايه الحلاوه دي حبيبه قلبي؟ صباح الفل إيه عليك والورد الجميل ده يا روح قلبي ربنا يخليكي، تسلمي ايدك يا عسل، منور انت النهارده كده يا روح حبيبي. ربنا يخليكي لينا مدام منال، تسلمين حبيبتي، اشكرك جدا على معلوماتك كمان الجميله قوي يا كده. حبيبتي ربنا يخليكي لينا يا رب. اجمل حاجه واحلى حاجه بتعجبني فيكي كمان ان انت تعملي الحاجه وتقولي المعلومه، ما هو عشان كل حاجه بنستفيد منها لازم اقولها لحضراتكم، انا كل اللي بعرفه مش بتاخر عليكم والله قوي، انت فعلا بتدينا جامد يعني. تسلمي لي والله، معلومه الحديد اللي بيمتص ده من الكمون قالتها لي دكتور ريهام الحياوي، خلينا ابعت لها تحيه واحنا بنتناقش الصبح، فانا قلت لازم اقولها لحضراتكم، تحيتنا ليها برضه حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي، تسلم ايديكي والله، الله يخليك يا فندم، انا متابعاكي لغايه اخر الحلقه، والنهارده عايزه اقول لك برضه بصره هناكل ارنبيط. الله اكبر، الف هنا وشفا حبيبه قلبي، ده وقته بقى. ايوه صح صح، وعايزين بقى نخزنه وتقول لنا برضه على الطريقه بتاعت التخزين الصح. انا هعمل لكم طريقه تخزين لاكتر من حاجه في الموسم ده، عشان اللي عايز يخزن قبل رمضان يبقى براحته من اللي عندي واللي عندي يا مدام منال. حبيبه قلبي حبيبتي، صباحك زي الفل، صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبتي، حبيبه قلبي حبيبتي في حفظ الله مع الف سلامه. تسلمي يا مدام منال، عينيا ليكوا. حاضر، انا حطيت الزبده والدقيق وهنزل كده باللبن، حطيت مكعب المرق، بسم الله كده، وممكن اضيف كمان شويه من الميه مع، بما اني حطيت مكعب مرق ممكن اضيف شويه ايه ميه صغيرين بس مش كتير، وهنتبل بقى ايه البشاميل الخفيف ده، ممكن ايه نتبله برشه ملح بسيطه، عشان حاطه طبعا مرق، رشه فلفل لو في فلفل ابيض ماشي، طبعا المهم جوزة الطيب مهمه قوي مع الصوصات البيضه، بشاميل او صوص ابيض، رشه بس جوزة الطيب كده خفيفه. خلاص هنقلب كده لحد ما يوصل للقوام اللي احنا ايه عايزين، انا ممكن اقلب بسباتشولا بقى مش عايزه ازعج حضراتكم اكتر من كده، وهبدا اخد الارنبيط ده، يعني ممكن نقطع منه شويه صغيرين مش كتير زي ما عملنا في العجه، بس مش مفروم بقى، وادي الجبنه بصوا كده، تعالوا بقى بسم الله، ادي ناخد شويه واجيب كده بايركس، ممكن هنا اخد المدور ده نعمل فيه الجراتان، هنبدا نقطع كمان بس مش عايزه اقطعه يبقى، عايزاه وردات صغننه يعني، عايزاه يبقى ظاهر شويه عشان الجراتان ده لازم انا احس بالقرنبيط نفسه يعني اكله واحط بيه مش زي العجه. نبص بص على العجة كده، اوكي لسه شوية هسيبها تاخد وقتها، لسه شوية كده كده، بسم الله، بشاميل خفيف، اللي عنده كريمة وعايز يضيف ماشي، نقدر نعمل كريمة في البيت على فكرة، وان شاء الله نعمل حلقة خاصة بالكريمات، كريمة الطهي، ونتكلم عن البدايل عشان نقدر نعملها، لان انا عارفة ان هي بقت يمكن غالية كتير، فايه عايزين اللي عايز يستخدمها في اكلات كتير يقدر يستخدمها اهو، ما ضفتش اي حاجة غير الصوص الابيض اللي احنا هنحطه بالجبنة بس اهو، شايفين ازاي؟ يلا بينا، بسم الله، هنبدا بقى نقلب هنا، بدا الصوص خلاص اهو يتماسك، خليني اعملها معلش كده بالويسك وايه وريحته تبقى جميله، هنصبه بقى، حط اول حاجه كده الجبنه على الوش، ودي اختيار يعني ممكن ما تحطوهاش لو مش حابين كده، كده.
وهنقلب بقى الخليط الحلو ده، نصب فوقها رشة بس بسيطة من كمون كده خفيفة قوي. يبدأ بس يتماسك ونضيف عليه المكونات دي وندخله الفرن اهو. وهننزل المقادير تاني مرة تانية لحضراتكم. تمام، تسلم ايديكم. يبقى قلنا قرنبيط مسلوق، 3 معالق من الدقيق على 3 معالق من الزبدة، مكعب مرق اختياري، لتر من اللبن، كوباية كريمة، وكوباية من الجبنة الموتزاريلا، وكمان رشة من جوز الطيب، وطبعا ملح وفلفل. مقاديره بسيطة جدا. تعالوا بقى ننزل مقادير القرنبيط المقرمش اللي احنا عملناه والعجة كمان عشان يبقى نزلنا كل مقاديرنا لو سمحتوا. اهو عجة كمان، وبعدين القرنبيط المقرمش اهو. تعالوا بقى نصب كده. يلا بينا، يلا بسم الله. معانا القرنبيط المقرمش، عندنا قرنبيط مسلوق ونص كوباية حليب وده للسلق، ومعلقه من الكمون الحب، معلقه كبيره من الملح، وطبعا التتبيله بقى اللي احنا حطيناها مع حضراتكم اللي هي 4 بيضات، معلقه كبيره ثوم مفروم، وكوبايتين من الدقيق، و2 كوب من الحليب، بصوا، ومعلقه كبيره من الخل، و نص كوبايه من النشا. دي المكون اللي قلت لحضراتكم هيساعد على قرمشه القرنبيط قوي، ومعلقه كركم، وطبعا اساسي الكمون، ونحط شويه كزبره خضراء، شويه شبت زي ما تحبوا. عايزين نتكلم عن فوائد الشبت. بصوا بقى هنا العجه بدات تاخد لون تمام، بقى لها شويه صغيره. ممكن احط الطاجن ده تحت هنا او جنبها، هيجي ولا لا؟ يجي. طيب بصوا، الشبت ده من الحاجات المهمة قوي لصحة العظم، لأنه كمان غني بالكالسيوم جدا. طيب هو كمان يعني الحاجات اللي بتعالج هشاشة العظام، مهمة قوي للروائح النفس. عايزة أقول لكم بقى مفيد جدا لمرضى السكر، أنه بيساعد في التحكم في مستويات الأنسولين لمرضى السكر، غير طبعا انه مفيد جدا للغازات. تعالوا بس نشوف العجه دي، انا عايزه اطلعها معاكم واقول لكم كده ايه اخبارها ايه. عشان ايه لسه شويه، حاجه بسيطه يعني. عايزه اقول لكم بقى ده مش هيدخل كده، يبقى لازم استنى يا ولاد. ماشي، معلش دقيقتين بالظبط. طيب عايزه اقول لكم كمان الحاجات العشبيه دي بتاعت الشجر دايما حلوه ومعطره للنفس، زي الريحان، البقدونس. الناس اللي بتبقى عايزه تغير ساعات نفس اقول لك اكل كام ورقه بقدونس. اتفقنا ان كل حاجه خضراء داكله نسبه الايه المضادات الاكسده فيها عاليه جدا ومفيده، وبتقلل من الضرر، بالذات الكوليسترول الضار مهمه. عايزه اقول لكم بقى يعني ايه الحاجات، الفشار الساده من غير حاجات احنا عملناها قبل كده، واحنا قلنا انه مهم قوي لتسوس الاسنان بتاع الولاد. الولاد لازم يغسلوا اسنانهم كويس قوي. انا فاكره والله زمان ما كنت لسه في الجامعه يعني، وكنت بروح للدكتور بتاع الاسنان، كان يقول لي امشي في فرش سنان بتبقى ليها كفر كده، روحي اشتريها خليها في شنطتك، تروحي في مكان كلتي ادخلي اغسلي اسنانك. مهم قوي، قال لي ده احنا المفروض نغسل سناننا بعد كل اكله بناكلها، احنا بناكل طول اليوم هنعمل ايه؟ هفضل قاعده في الحمام ولا ايه؟ فقال على الاقل، على الاقل يعني مرتين في اليوم، مرتين لثلاثه في اليوم، هو ده اقل حاجه
قلت له تمام، بس هي الاول الصبح ومره كمان بالليل قبل ما ننام علشان ما نسيبش اي بكتيريا خاصه في الفم تفضل معانا للصبح في بقنا، دي اكتر فتره بننام فيها بتبقى فيها الدنيا مش سليمه. فاهم حاجه ان الولاد يغسلوا اسنانهم كويس قوي، لانه الفتره دي الولاد بياكلوا حاجات كتير وما بقوش يهتموا قوي يمكن بالثقافه دي بعض العائلات اللي بتهتم بيها قوي، اللي بتكون الام او الاب عندهم نفس الفكر ده. طيب تعالوا بقى ايه، احاول اطلع العجه اللي مش عارفه اخذت لها قد ايه كده العجة دي. أيوة لازم تتقرمش كده شوية. ها؟ صح؟ تمام. هو شغال كويس. إحنا اللي مستعجلين بس. حبايبي. طيب. طيب. إحنا دلوقتي لا يا حبايبي أنتوا عايزين؟ لا أنا عايزة أطلع بس العجة بس مديها تدي لون بس كده حلو. معنا مين؟ ريحانة. الله، أهلا يا أستاذة ريحانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم إيدك، أكل جميل حبيبتي. الله يسلمك من كل شر. شكرا أستاذة حقيقي يعني. حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب. كنت عايزة أستأذنك، أنا لما بعمل المقلوبة ما بتطلعش معايا شكلها مقلوب زي ما بتبقى الحاجة بتطلع كده، البتنجان والبطاطس واللحمة. طيب حضرتك بتعمليها في حله ولا بتسويها وبعدين بتنقليها في قالب وتقلبيها؟ لا انا بعمل كل حاجه في الحله، في الحل. وبحط الباذنجان من تحت وبحط الطماطم وبحط بطاطس وبحط اللحمه والحاجات ديت والرز. حلو قوي. وبعمل الرز بحس ان هو عجن مني لما باجي اقلبها ما بتطلعش نفس الشكل يعني. طيب احنا خلينا نتفق ان نوع الرز مهم وتسويه الرز مهمه، واحنا كده كده لما بنعمل المقلوبه خلي حضرتك الافضل ما تقطعيش البتنجان دواير، قطعيه بالطول. احنا دايما بنقطعه بالطول ونخليه واخد جنب كده فريم، يبقى الرز في وسطيه خلاص. ونسبه المرق ما بتبقاش زي اللي حضرتك بتسوي بيها في العادي، بتبقى اقل. أوه. خلي بال حضرتك من النقطه دي قوي. أيوة. خلاص. واللحمه بتبقى اوريدي مستويه، فانا واخد شويه مرق اسوي بيه يا دوب تبقى في مستوى الرز، مش فوقه، مش فوقه بكتير، عشان حضرتك بتغمريه زي الرز الطبيعي اللي احنا بنعمله. ده اللي يعجن بس منك المقلوبه. بعد كده هتحطيها وتهدي النار بقى في المرحله الثانيه. يعني في ناس بتحط بس على تسويه الرز وتحط الحاجه كلها في المرحله دي وتهدي النار قوي شمعه لحد ما تتشرب وتبقى جميله. اولا ما تعجنش معاكي بسهوله حتى لو انت هديتي النار والميه زياده فمش هيعجن. خلاص. ثانيا هتطلع لحضرتك الشكل اللي انت بتدوري عليه. أيوة. ولازم تتقلب سخنه، بس تخلي بالك من ايديكي لازم تبقى صينيه اوسع من الحله عشان لا قدر الله ما تلسعكيش. هتطلع ان شاء الله. هو انا يعني حضرتك تفضلي ان انا اعمله بالرز المصري عادي ولا الرز البسمتي؟ والله انا بصراحه انا عن نفسي بعملها بالبسمتي، لكن لو حضرتك حابه تعمليها بالمصري هو بينجح، المهم نوع الرز يبقى كويس. لان في انواع رز تبقى كسر رز فبيبقى عجين ما بينفعش الا في المحشي، فاحنا لازم ننقي نوع رز كويس ايا كان نوعه. في انواع كتير دلوقتي كويسه، لكن طبعا مقلوبه بما اني بقى عامله حاجه حلوه وكده انا بقول يعني ما جاتش على كوبايتين ثلاثه رز بسمتي هعملهم اصفر او الذهبي، بيبقى بتطلع رائعه، هتطلع معاكي حلوه لان نسبه الميه بقى اللي حضرتك بتحطيها دي تناسب الرز البسمتي. انا كده فهمت حضرتك بتحطي المقدار ازيد من الرز بقد ايه عشان هي اطول. طيب هنطلع بقى دي عشان تشوفوها. ايوه خلاص كفايه كده، حلو قوي. هي طبعا اللي عايز، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. حبيبه حبيبه راحت حبيبه. طيب خليني ايه، انا مش هعرف بقى اجملها بحاجه من فوق خضره، هي فيها حاجات كتير خضره، فخلينا نشوفها هنا وانقلها لكم على طول احسن. انقلها هناك، ريحتها روعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا في حاجه هنا انا شفتها ولا خلاص تمام. وهنحط الجراتان ده بقى، القرنبيط ده، القرنبيط ده يعني برضو من الحاجات الجميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هياخد بقى اللون الحلو ده والبشاميل بتاعه اللي احنا عملناه الخفيف ده، البشاميل الخفيف ده مقاديره مظبوطه جدا لاي نوع بشاميل حضراتكم عايزين تعملوه، يعني سواء بشاميل لمكرونه او لكوسه بالبشاميل او للقرنبيط زي ما انتم عايزين. وهيطلع معاكم برده من انواع القرنبيط اللطيفه. في بقى انواع ثانيه للقرنبيط اللي هي زي الاقراص زي ما اتفقنا، وممكن نعمل كمان قرنبيط باللحمه المفرومه،
اللي بالصوص بيبقى حلو قوي قوي وليه كده طابع جميل. الحقيقه انا بحبه بقى النوع ده، انا بحبه قوي هو والجراتان كتير جدا. فخلينا ان شاء الله مره تانية ننوع فيه حاجات القرنبيط ونعمل منه اصناف تانية. طبعا احنا النهارده يعني حبينا نعمل الحلقه اللي كنا واعدين حضراتكم بيها خاصه بالقرنبيط، وان شاء الله اي طلبات لحضراتكم باذن الله يعني ان شاء الله تكون من الحاجات اللي في الاولويات دايما لينا، لان اي طلب بيطلب مني على الهواء انا ببقى حاطاه على طول ان انا لازم انفذه. اسمحوا لنا بقى دلوقتي هنطلع للفقره الطبيه ونستعد ليها ونشوف حضراتكم ان شاء الله على خير بعد الاستراحه، في انتظاركم.